عائلات إسرائيلية كما نشاهد على شاشتنا تتظاهر أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب احتجاجا على قتل الجيش الإسرائيلي لثلاثة محتجزين عن طريق الخطأ. هؤلاء ليسوا فقط من أهالي المحتجزين في قطاع غزة، هؤلاء أيضا من أهالي القتلى من الجيش الإسرائيلي في سياق حربه الوحشية على قطاع غزة، ومن يتعاطفون معهم أيضا. في الحقيقة أن المظاهرات التي تحدث أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب لها قيمة كبرى، هي لا تحدث هذه المرة أمام بيت نتنياهو أو أمام هذه السفارة أو تلك، لكنها تحدث أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية لإرسال رسالة لهؤلاء الذين يقودون هذه الحرب الوحشية: أنتم لا تقتلون فقط المدنيين الفلسطينيين. وهذا ربما يكون متأخرا في قوائم اهتمام هؤلاء المتظاهرين وقوائم الاهتمام الإسرائيلية عموما. ليه تعليق على ذلك أستاذ محمد؟ أيضا تقتلوننا نحن، تقتلون أولادنا، تقتلون المحتجزين من أولادنا في غزة.